هالأسبوع كيف حضرت حالة وشو ممكن تضيف على أدائها لتبقى متميزة؟ والأهم شو قصتها مع الأناناس؟ تفاصيل بهالريبورتاج. بابايا عم بياكل كل يوم سبيناتش بالسر عنده صار الأناناس مثله بخليك ترقصي أحلى. هي السر تبعي. مشوا معي. My favorite food. كل يوم باكل اناناس وكل البنات صاروا يضحكوا انه انا مع الفطور مع الغداء مع العشاء باكل اناناس معه. اذا بدكم ترقصوا حلو كلوا اناناس. اتمنى تنبسطوا برأسي. بيفا لبنان. من سوريا. شو الرقصة الحلوة مع تخبصيني حد ست نجوى. صرنا شايفين ثلاث مشاركات لحديت هلا من أصل خمسة.